السلام عليكم وبركاته باشمهندس أكرم، أنا هبدأ أشغل الغسالة زي ما حضرتك قلت. هنجيب برنامج قصير ماشي، ندوس اوكي. بص حضرتك، هي طلعت شوية مية من الخرطوم، وقفت على كده. طبعا هي سكوت تام، يعني الشاشة شغالة بكل حاجة ومفيش فيها أي حركة أو أي شيء. كان في الأول باشمهندس أكرم في الوقت ده كانت بتطرد المية اللي فيها الغسالة دي، أول ما نحط الفيشة في الكهرباء ونشغلها على أي برنامج. دلوقتي حالا سحبت المية، حضرتك سامع صوت المية؟ سحبت المية دلوقتي، سحب عادي مفيش فيها أي شيء كده. وقفت، بدأت تلف زي ما حضرتك شايف كده. بتلف زي ما حضرتك شايف،
بص حضرتك، ادتني العطل F13 ووقفت خالص على هذا الوضع. جزاك الله خير.